الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق صدر من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 46 مليون برميل خلال النصف الأول من العام الحالي عام 2024. وأضافت الإدارة أن العراق صدر من النفط ومنتجاته حوالي 8,600,000 برميل بزيادة عن شهر أيار الذي بلغ فيه حجم الصادرات 8,460,000 برميل. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات أوبك من النفط الخام ومنتجاته إلى أمريكا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 227 مليون و159,000 برميل، حيث تصدرت السعودية أعلى معدل للصادرات إلى أمريكا إذ بلغت 69 مليون و459,000 برميل خلال نفس الفترة. أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن هناك سياسات اتبعتها الأحزاب التي هيمنت على السلطة بعد عام 2003 لإبقاء اقتصاد العراق في حالة متردية واستمرار حاجته إلى الاستيراد. وأشار الخبراء إلى الركود الاقتصادي ونقص فرص العمل في العراق الذي انعكس بشكل مباشر على حياة المجتمع العراقي عموما وعلى فئة الشباب على وجه الخصوص، مشيرين إلى أن هذا الركود يعد تحديا كبيرا للشباب ويزيد من أعبائهم في ظل الفساد المستشري بجميع مؤسسات الدولة. شهدت أسعار الدجاج الحي في أسواق السليمانية تراجعا شديدا ملحوظا، حيث انخفض سعر الكيلوغرام الواحد ليقترب من 2000 دينار. وأوضح مصدر في جمعية مربي الدواجن في السليمانية أن المشاكل التي يواجهها مربو الدواجن ما زالت مستمرة متسببة في خسائر كبيرة لهم، خاصة بعد حظر تسويق منتجات مزارع الدواجن في كردستان العراقي للمحافظات الأخرى، ما أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالقطاع. وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الدجاج الحي يعود إلى عدم السماح بتسويقه إلى بقية المحافظات. شهد معدل التضخم السنوي في تركيا تباطؤا كبيرا في شهر آب الماضي، إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى 50% إلى تراجع الطلب. وأظهرت بيانات المكتب الاقتصادي الحكومي أن نمو الأسعار تباطأ إلى 51.79% على أساس سنوي مقارنة ب 62% في الشهر السابق. وكانت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات المحللين وفق الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ مؤخرا. وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك إن تراجع مؤشر أسعار المستهلك أصبح واضحا، وأن التضخم الشهري لأسعار الغذاء سجل معدلا سالبا للمرة الأولى بعد 4 سنوات. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.